تعد القوة العسكرية المكسب الأهم في نظام العلاقات الدولية، وربما تتمتع الدولة برصيد مهم في الثقافة والفن والفلسفة، لكن الأمر لا يعد مهماً إذا لم يكن لديها جيش قوي. إن الجيوش تعد أهم عامل في تقييم القوة النسبية للأمة، ويمكن تحديد أقوى الجيوش من خلال قدرتهم على الانتصار في المعارك بشكل حاسم ومستمر، فضلاً عن المدى الذي سمحوا لدولتهم بالسيطرة على الدول الأخرى. وفيما يلي ملخصات عن أكثر 6 جيوش فتكاً عرفها التاريخ. قبل البدء ادعمنا بتسجيل الإعجاب والاشتراك بالقناة لكي يصلك كل ما هو جديد. الجيش الروماني. غزا الجيش الروماني العالم الغربي على مدى بضع مئات من السنين، حيث كانت ميزته المثابرة والقدرة على العودة والقتال عدة مرات مراراً وتكراراً حتى في وجه الهزيمة المطلقة. ولقد أظهر الرومان ذلك أثناء الحرب البونيقية، على الرغم من قلة المعرفة والموارد، حيث تمكنوا من هزيمة القرطاجيين باستخدام تكتيكات مبنية على عنصر المفاجأة. كان النصر يعني تأمين أمن روما، ودفعت كل تلك المبادرات الجنود الرومان إلى القتال بقوة، في حين لعبت المعنويات عنصرا مهما جدا في أدائهم. وقد استخدم الجيش الروماني الذي غالبا ما كان يقوده جنرالات لامعون عنصر الحركية لتوليد مزايا هجومية، خاصة ضد أعدائهم ذوي العقلية الدفاعية. ونتيجة لذلك، ففي غضون 300 سنة توسعت روما من قوة إيطالية إقليمية إلى ربان البحر الأبيض المتوسط بأكمله والأراضي المحيطة به. بهذا اعتبر الجيش الروماني حينها، على الرغم من بعض النكسات، قوة استثنائية كبيرة لا منافس لها في أي مكان في العالم في ذلك الوقت. الجيش المغولي. استطاع المغول الذين بلغ عددهم أكثر من 1,000,000 رجل عندما بدأوا غزواتهم عام 1206 احتلال معظم أوراسيا خلال 100 عام، وهزيمة الجيوش والأمم التي امتلكت قوة بشرية أكبر من المغول 100 مرة. وكان المغول في الأساس قوة من الصعب جدا التصدي لها، في حين ظهرت على ما يبدو من العدم للسيطرة على الشرق الأوسط والصين وروسيا. واعتمد المغول على استراتيجيات وتكتيكات عديدة استخدمها جنكيز خان الذي أسس الإمبراطورية المغولية، وكانت أهم هذه التكتيكات حركية المغول وقدرتهم على التحمل. في الواقع تم تعزيز حركية المغول من خلال اعتمادهم الكبير على الخيول، كما أن الحركية التي تولدها الخيول سمحت للمغول باستخدام أساليب مبتكرة بما في ذلك هجمات الضرب والركض ونمط بدائي من الحرب الخاطفة. واعتمد المغول بشكل كبير على الإرهاب، وتسببوا عمداً في أضرار كبيرة وخسائر على أعدائهم المهزومين لكسر معنوياتهم. الجيش العثماني. سيطر الجيش العثماني على معظم الشرق الأوسط والبلقان وشمال أفريقيا في أوجها، كما تمكن من فتح إحدى أكثر المدن تحصيناً في العالم، القسطنطينية عام 1453، لمدة 500 عام وحتى القرن 19. كان الجيش العثماني اللاعب الأساسي الوحيد في المنطقة، حيث تمكن من الاحتفاظ بموقفه الخاص ضد كافة جيرانه. فكيف قام الجيش العثماني بذلك؟ بدأ الجيش العثماني في الاستفادة من المدافع والسكاكين قبل أعدائه الذين اعتمدوا على أسلحة العصور الوسطى، الأمر الذي أعطاه ميزة حاسمة عندما كانت إمبراطوريته شابة. وتولت المدافع عملية تدمير أسوار القسطنطينية على سبيل المثال. أيضاً كانت إحدى المزايا الرئيسية للعثمانيين كانت استخدام وحدات خاصة من مشاة النخبة تسمى الانكشارية، وتم تدريب المبعوثين من الشباب ليكونوا جنوداً وبالتالي مخلصين وفعالين في ساحة المعركة. الجيش الألماني النازي. بعد الجمود الذي طال أمده في الحرب العالمية الأولى، صدم جيش ألمانيا النازي أوروبا والعالم كله من خلال اجتياح معظم وسط وغرب أوروبا في غضون أشهر. وفي مرحلة ما كانت القوات الألمانية النازية تبدو جاهزة للتغلب على الاتحاد السوفيتي الضخم. تمكن الجيش الألماني النازي من تحقيق هذه المكاسب الهائلة من خلال استخدامه لمفهوم الحرب الخاطفة المبتكر، والذي يستخدم تقنيات جديدة في الأسلحة والاتصالات، بالإضافة إلى تمكين عنصر المفاجأة لتعزيز الكفاءة العالية. من جهتها تمكنت وحدات المشاة المدرعة والمجهزة بمساعدة من قوات الدعم الجوي القريب من اختراق خطوط العدو وتطويق القوات المعارضة. وقد تطلب تنفيذ هجمات الحرب الخاطفة
قوات مدربة تدريبا عاليا ومتمكنة عسكريا. وكما لاحظ المؤرخ أندرو روبريتس، كان الجندي الألماني المقاتل وجنرالاته يتفوقون على البريطانيين والأمريكيين والروسيين على حد سواء بطريقة هجومية ودفاعية من خلال عامل مهم خلال الحرب العالمية الثانية. الجيش السوفيتي. كان الجيش السوفيتي المعروف بالجيش الأحمر قبل عام 1946 أكثر من أي جيش آخر مسؤولاً عن قلب أحداث الحرب العالمية الثانية. في الواقع معركة ستالينغراد التي انتهت باستسلام كامل للجيش الألماني السادس اعتبرت عالمياً نقطة التحول الرئيسية للمسرح الأوروبي في الحرب العالمية الثانية. هذا ولم يكن انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب وقدرته على تهديد بقية أوروبا على مدى العقود الأربعة التالية بعد توقف القتال له علاقة باستخدام تكنولوجيا فائقة التطور خارج الأسلحة النووية، أو بما يسمى عبقرية عسكرية، خاصة وأنه في الواقع كانت قيادة ستالين العسكرية كارثية على الإطلاق، لا سيما في وقت مبكر من الحرب العالمية الثانية. بدلاً من ذلك شكل الجيش السوفيتي قوة عسكرية هائلة بفضل كبر حجمه، حيث تم قياسه على أساس مساحة الأرض والسكان والموارد الصناعية. الجيش الأمريكي. لجزء كبير من تاريخها تجنبت الولايات المتحدة الحفاظ على جيش كبير بشكل دائم، فبينما يوجه دستور الولايات المتحدة الكونغرس لتوفير وصيانة القوات البحرية فإنه يعطي السلطة للكونغرس فقط لرفع ودعم الجيوش حسب الحاجة. وقد طبقت أمريكا هذا النموذج حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث استخدمت جيوشا كبيرة في زمن الحرب ولكنها سرعان ما فككتها بعد ذلك. حتى مع ذلك فإن الجيش الأمريكي منذ بداية القرن العشرين كان فعالا جدا، خاصة في المعارك ضد الدول القومية، ولقد كان دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى والثانية هو الذي ساعد على موازنة القوة لصالح الحلفاء. والأكثر من ذلك فإن الولايات المتحدة هي القوة الوحيدة في التاريخ التي تنشر فيها كميات هائلة من القوة العسكرية بما في ذلك القوة البرية بطريقة سريعة وفعالة. وهذا يبرز أحد العوامل الرئيسية في نجاح جيش الولايات المتحدة، فعلى الرغم من أنها ليست ذات أعداد كبيرة مثل دول الاتحاد السوفيتي فإن الجيش الأمريكي قوة مقاتلة مدربة تدريباً عالياً وتعمل بتقنية فائقة، كما أنها مدعومة بأعظم قوتين بحرية وجوية عرفها العالم كله.